محكمة الاستئناف اليوم أصدرت حكمها في قضية ما بات يعرف بقضية الدكتور تازي ومن معه. قررت المحكمة الموقرة الحكم التالي: في الدعوة العمومية قررت بإدانة المتهمين كل واحد باسمه. أولا السيد حسن التازي، قررت المحكمة بمعاقبته 2 سنة حبسا نافدا، معناه أنه سيعانق الحرية يومه وسيقضي المبيت في بيته. بالنسبة للسيد عبد الرزاق التازي والسيدة بن زكور 5 سنوات، بالنسبة للسيدة سعيدة علو وفاطمة وسعيدة علو وفاطمة الحكيمي، لا سعيدة علو مونيا بن شقرون 4 سنوات، بالنسبة لأمينة فنان وفاطمة الحكيمي 3 سنوات، بالنسبة للسيدة فاطمة الزهراء القص 1 سنة حبسا موقوفة التنفيذ، مع الحكم ببراءة جميع المتهمين من جريمة التجارة في البشر، وبراءة جميع المتهمين من جنحة النصب، وإدانتهم في باقي التهم المنسوبة لكل واحد منهم بالعقوبات التي تلوتها أمامكم قبل قليل. نشكر الهيئة الموقرة على هذا الحكم، أقولها وعلى مسؤوليتي، الحكم الرائع الذي ينم على أننا في مملكتنا الشريفة نتوفر على قضاء نزيه، قضاء حقيقة ذو ملاءة وكفاءة قانونية منقطعة النظير. شكرا لمملكتنا الشريفة التي أنجبت لنا مثل هذه الهيئة، مثل هؤلاء القضاة الجريئين الذين يقولون الحق ولا يخافون في قوله لومة لائم. شكرا للمسؤولين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للسيد الوكيل العام للملك المحترم، وكذلك السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة. حقيقة متعنا بمحاكمة عادلة، متعنا بمحاكمة يعني نموذجية، وهذا ما دفع السيد الوكيل العام الحاضر معنا في القاعة إلى القول في الجلسة الفارطة: لو كنت أعلم بأن هذه المناقشات والمرافعات ستكون في هذا المستوى القانوني الرفيع لطالبت بتصويرها وتسجيلها لتبقى للتاريخ، وتبقى كذلك نبراسا للسادة الملحقين القضائيين وللسادة المحامون المتمرنون. هذا تاج تشريف، لا هذا تكليف وليس تشريف، من السيد الوكيل العام، لأنه اليوم يحثنا على أن نبقى على الأقل في نفس المستوى. ولكن أقول له من هذه المنابر المحترمة: كن على يقين سيدي الوكيل العام أننا يوميا سنبذل قصارى الجهود لنبقى في المستوى الذي أنت تنتظره منا، مستوى عالي في القانون، في الاحترام، في الانضباط، وهذا ما يعرف به المحامي في المغرب وخاصة في مدينة